سلام رب يسوع بقلوبكم اخوتي الاحبه. اليوم بدي احكي لكم حكايه عباره عن اسطوره، هي عن المجوس الرابع. كلنا بنعرف انه المجوس كانوا ثلاثه، انما بتقول الحكايه انه كان في مجوسي رابع ما حدا بيعرف عنه شيء. المجوس الرابع اللي بتختلف هداياه عن الباقيين، اللي كان حامل معه جواهر، ثلاث جواهر كتير مهمين. نحن نعرف هدايا المجوس الثلاثه، انما المجوسي الرابع كان معه ثلاث جواهر غاليين جدا، فريدين من نوعهم بالعالم. بيمشوا صوب بيت لحم عم يدلهم النجم، بيوصلوا على قرية. بس يوصلوا على هالقرية هاي وماشيين، بيلفت نظره للمجوسي الرابع، بنتين قاعدين بأحد الزوايا عم بيرشفوا وبردانين وشيت عليهم. بيسأل شو في؟ قالوا له هول بنتين يتامى، ما حدا عم يصرف عليهم، بيضلوا بالشارع ما عندهم حدا انه يعيلهم. بينزل بيشفق عليهم وبيقول بعقله خليني انا انه ساعدهم، اشتري لهم بيت قويهم، بدل ما اقدم لملك الملوك للطفل يسوع، بدل ما اقدم ثلاث جواهر ما حيعرف، اقدم جوهرتين، كون بالجوهره الثالثه ساعدت هول البنتين. فعلا ببيع الجوهره، بجيب لهم بيت، بيشتري لهم بيت، بيشتري لهم اكل، بخلي معهم مصاري تتقديهم كل حياتهم، جوهره كثير ثمينه اللي معه. وبكمل مسيرته لحاله لانه رفقاته سبقوه. بيوصل على القرية التانية وبيسألهم عن رفقاته المجوس الثلاثة، بيقولوا له مرقوا من هون امبارح، انت مأخر عنهم يوم. طبعا بيقول حتى هيك عجل اكتر، هو بده يمشي بيطلع بيلاقي ام مع الطفل يتيم، بيسأل عنهم شو بيهم عم يبكوا هول قاعدين بالشارع نايمين بالشارع. بيقولوا له هاي امرأة مع ابنها، طردهم صاحب البيت لانه بطل معهم اجار وما عندهم شي ياكلوا، حجز لهم على ثيابهم، ما عندهم بقى لا اكل ولا شرب، وقاعدة هالأرملة المعترة مع ابنها بالشارع رح يموتوا. بمد ايده على الكيس بعد معه جوهرتين، بفكر منيح، بيقول طيب انا اذا تخليت عن جوهرة وساعدت هولي بضل معي جوهرة، بقدمها لملك الملوك للطفل. فعلا بينزل بياخدهم بيساعدهم، ببيع الجوهرة التانية، بيشتري لهم بيت وبيعطيهم مصاري تقديهم كل حياتهم كمان، وبفل وبصير هيك متأخر يومين على رفقاته. بيوصل على قرية الثالثة وبيكمل مسرع هيك، بس بيلفت له نظره بالقرية الثالثة، قال هو ما بدي بقى التهي بشي، بيلفت له نظره وسمعه صراخ، بيطلع بيلاقي وحدة عم بتصرخ يا عالم ساعدوني ابني عم بموت ساعدوني. بيسأل واحد من الولاد مين هاي، بيقول له هيدي أرملة مات جوزها من شي سنة وهي ما بتشتغل، باعت كل شي تتحكم ابنها المريض، وابنها كل مرة بيصح وبيرجع بيمرض لدرجة باعت بيتها وصاروا تقريبا عايشين بالاسطبل ماشي فقرة كتير. بيجرب انه ما يرد وبيكمل بعد معي جوهرة وحدة يا جماعة بدي اقدمها لملك الملوك، وبيسرع. بعد مسيرة ساعتين بيطلع هالمجوسي المؤمن، المجوسي الآدمي الصالح، ما عم بيغيب عن سمعه وعن نظره هالمرة اللي عم بتصرخ كرمال ابنها، هالأمومة اللي بتنزل بتعمل اي شيء كرمال ابنها. بس ما معي الا جوهرة وحدة، ما بيقدر يكمل، بيبرم وبيرجع، بجيب طبيب لهالأرملة هاي مشان ابنها، وبيجيب لهم اكل، وبيرجع بيشتري لها بيتها اللي بعته كرمال ابنها، وبيخلي معها مصاري زياده تتعيش باقي حياتها. بس ما بقى معه شيء قدمه لملك الملوك. بكل خجل بيبرم وبيرجع صوب بلاده، بيطلع بيلاقي النجمه بعدها فوقه. بيجي صوته من السما كانه صوت طالع من النجمه بيقول له لوين رايح؟ بيقول له راجع على بلادي، ما بقى معي شيء قدمه لملك الملوك. بيقول له دور وارجع. الطفل الملك ناطرك بالمسود. بيصدق وبيبرم وبيرجع صوب بيت لحم، وبس يوصل بيشوف هدايا رفقاته الثلاثة وبكونوا فلوا. بيسأل عنهم، بتقول له أمنا مريم قدموا هداياهم وفلوا. بيبكي، بيوطي راسه على الأرض، بيقول سامحني أنا ما معي شيء أقدم لك هو. وبس بده يبلش يحكي قصته وعم يحكي عن أول اليتيمتين اللي شافهم على الطريق، بيبكي من الخجل وبيحط راسه بالتراب. هون ايد الطفل يسوع بتنمد وبتمسك له ايده، بيعلي راسه بيسمع صوته من السماء عم بيقول له انت قدمت لي اجمل هديه، ما تخجل، قدمت لي اليوم انت اجمل هديه، حبك وعطائك كانوا اجمل هديه لإلي. كل شيء عملته مع اخوتي هؤلاء الصغار معي عملته، اليتيمتين اللي كانوا بالطريق هول انا، الام وابنها الجوعانين كانوا انا، الام الارمله وابنها المريض كان انا،
فأنت كل شيء عملته معهم عملته معي لإلي. إخوتي خلينا اليوم بمولد ربنا يسوع المسيح نقدم له حبنا وعطائنا كله نقدمه لإله. الطفل اللي بالمزود ناطر حبنا مش ناطر شيء تاني أبدا، مثل على مثال هيك المجوسي الرابع خلينا نكون مع محبتنا وعطائنا. ولد المسيح، هللويا، آمين.